افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة، وتنافس المتسابقون الذين يمثلون 66 دولة في 5 أفرع، وهي حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة للإناث والأصوات الحسنة والابتهال والإنشاد الديني. كما تمت إضافة فرع خامس وهو المقاصد لأول مرة هذا العام لتكون المنافسة فيه محلية على أن يتحول إلى عالمية في العام المقبل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. نحن في خدمة كتاب الله وفي خدمة سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه المسابقات تسهم في خدمة القرآن وفي تحفيز الناشئة على حفظ كتاب الله عز وجل. طبعا أنا بحمد ربنا عز وجل إن هو في النعمة اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت لولا الاستقرار والأمن والأمان الدولة المصرية فيه ما كانش في إعادة تشكيل الوعي لشبابنا، سواء في كل المجالات، سواء في المجال الثقافي ولا في المجال الديني ولا في مجال البنية التحتية. مصر الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي بتعمر وبتبني وبتعيد تشكيل الوعي وبتعيد بناء المواطن المصري، وفي نفس الوقت بنحارب الإرهاب وبنصلح الفكر.